زميلتنا كوثر مناني من الصف الثاني عشر في خاطرة بعنوان حياتنا. حياتنا مزيج من الأحداث المشوقة، منها السيئة ومنها الجيدة، كأنها سلسلة أفلام طويلة قد تمضي رحلة عمل من جديد لسنوات، ولكن سيأتي ذلك اليوم الذي تحترم فيه هاتفا وتفاجأ بأنه الفيلم الأخير من السلسلة، سلسلة ظننت أنها لن تنتهي أبدا، سلسلة انتهت وأخذت معها أحداث وشخصيات عديدة. يا له من وصف مبين من الحياة، قد تتحمس لأحداث في حياته تطيح وتخفى، ولكن سيأتي ذلك اليوم، سيأتي ذلك اليوم الذي ينتهي فيه كل شيء. إذا فهو منا يريد إعطاء معنى لمنجده ويشجع على تطوير ذاته، وذلك يكون باختيار المبادئ الصحيحة وعدم الضلع ومطاردة الأوهام. نحن المسلمين لنا مبادئ خاصة في حياتنا، وقد خلقنا الله عز وجل خلفاء على الأرض، فعلينا بالتأكيد واجبات ومسؤوليات جمع. فقد أعطانا الله قدرة لا تمتلكها المخلوقات الأخرى، ألا وهي العقل. فمع التفكير يستطيع البشر في حياتهم اليومية أن يأخذوا ما هو مفيد لأنفسهم وللآخرين، وترك ما هو سيء وبذير. فالحياة عبارة عن توازن دقيق بين القرارات السيئة الصحيحة التي يجب اتخاذها والمخاطر التي يجب تجنبها. كما أنا أفضل حول الاستماع إلى مشاعرنا ومواجهة الصعوبات وإيجاد السعادة وتقديم الذكريات والتعلم من تجارب الماضي. فإذا كان علينا تقديم معنى أو تعريف بسيط للحياة، فسنقول: الحياة هي ما تريدها أن تكون، لا أكثر ولا أقل. فالآن خذ لحظة للتفكير في معنى الحياة بالنسبة إليك. فيمكن أن تأخذ الحياة مسارات مختلفة، لكن أنت من تقرر ما تتبع منها. ولا تنسى أن كل هذه الحياة ما هي إلا اختبار قصير يحدد مسارك البعيد.